حرب في سلم مفيش منه رجع. هي دي المشكله شغل. هي دي المشكله. بص ده مش راجل. هقول لك حاجه بس فاكر. احنا قرايه الفاتحه دي ليهم على طول، ان احنا الدعاء ليهم على طول، ان احنا نكملوا في الثوره، نكمل لهم في الثوره لغايه في المطالب بتاعتهم، لغايه ما مطالبنا كلها تتحقق. ويفرب الطوي نش حقاب كان ينهش اهل البيت كلهم، بس اليوم حقاب يحوس بين المزارع. حرام لو رجع، لاني اذبح له بقرة على عتبة بيتك يا سيدنا. عيال السبع الثمانية يحرسون العين، كل واحد تحت الشيرة، يحرسون العين لين ما تغيب الشمس، يسيرون عند أبوه يقولون أبونا شربت من هالبنت اللي ويها مثل ويها القمر.